يقول السائل: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد؟ صلى الجمعة لا بد من صلاة الجمعة، لا تترك الجمعة، فمن حضر مع الإمام يصلي معه، ومن صلى وحده، إن صلى وحده أو في مكان آخر يصليها ظهرا، وحضوره مع الإمام وصلاته الجمعة أفضل من صلاته ظهرا، لكن لا بد من إقامة صلاة الجمعة. نعم.